السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد المجهوم من قناة ليرن إنجلش وذ أحمد. تكلمنا في درس سابق عن comparative and superlative، المقارنة والتفضيل، وهذا هو الدرس الثاني من comparative and superlative المقارنة والتفضيل، الجزء الثاني. شروط، طبعا هذا الدرس فيه أدعوكم وأنصحكم جميعا لمشاهدة هذا الدرس، أنه بتكلم عن المقارنة في صيغة التفضيل، مقارنة والتفضيل في الصفات القصيرة والصفات الطويلة، زي كذا هذه صفات طويلة وزي هذه صفات قصيرة، تحويلها الاثنين في المقارنة والتفضيل في درس واحد. بينما في الدرس هذا بنشرح وبنتطرق إلى هنا، ثواني، هنا الجزء الثاني، شروط تكوين جملة في حالة المقارنة. واحد، وجود طرفين في الجملة. اثنين، دليل المقارنة but أو then، but بمعنى لكن، then بمعنى من. بعد الصفة، صفة المقارنة كما يلي: Abdullah is younger than Jamal. Abdullah is younger than Jamal. Abdullah أصغر من جمال. Gold is more expensive than silver. Gold is more expensive than silver. Silver. الذهب أغلى من الفضة. The man is big but Riyadh is bigger. The man is big but Riyadh is bigger. الدمام كبيرة لكن الرياض أكبر. Miriam is beautiful but Samira is more beautiful. Miriam is beautiful but Samira is more beautiful. مريم جميلة لكن سميرة أجمل، بمعنى أجمل منها. شروط تكوين جملة في حالة التفضيل: واحد، صيغة التفضيل. اثنان، وجود دليل من دلائل التفضيل التالية في نهاية الجملة. الدلائل وهي: in، في، in the، في ال، of، من، of the، من ال، of all، من الجميع. I have known، لقد عرفت. I have seen، لقد رأيت. وهذه أعمار الأشخاص اللي هتكلم عليهم في الأمثلة الأمثلة القادمة. علي is 9 years old. علي يبلغ من عمر تسعة أعوام. سامي is 12 years old. سامي يبلغ أو 19 عاما، من يبلغ 16 عفوا يبلغ سامي is 12 يبلغ 12 عاما من العمر. نبيل is 15 years old. نبيل يبلغ من العمر 15 عاما. أمثلة: سامي is older than Ali but نبيل is the oldest of them all. سامي is older than Ali but نبيل is the oldest of them all. هنا نكتب the all the oldest of them all، يعني الأكبر بينهم. الترجمة هنا: سامي أكبر من علي لكن جميع أكبرهم سنا جميعا. عبد العزيز is the most was the most intelligent student in the class. عبد العزيز is the most intelligent student in the class. كان عبد العزيز أذكى طالب في الفصل. This is the highest building in the city. This is the highest building in the city. هذا أعلى مبنى في المدينة. صفات قصيرة شاذة: good جيد، better أفضل، the best الأفضل. طبعا هنا صفة مقارنة التفضيل، الصفة في المقارنة والصفة في خانة التفضيل. جيد good، better the best، bad سيء، worse أسوأ، the worst الأسوأ. far بعيد، farther or further أبعد،
the farthest الأبعد late متأخر later فيما بعد the latest الأحدث little القليل less أقل the least الأقل many عديد more أكثر the most الأكثر much كثير more أكثر the most الأكثر some قليل من أو بعض more أكثر the most الأكثر طبعا some هي قليل من أو بعض تعتبر للمعدود قليل من بعض من المعدود والغير المعدود وآخر شيء معانا شرح كيف بيتم عملية المقارنة والمقارنة مقارنة فقط إيش أدوات إيش الأدوات والكلمات اللي نحتاج نستخدمها في هذا الجملة حتى منكون جملة في صيغة المقارنة أول شيء more زائد صفة بعدين اسم زائد than وهنا هذا أكثر هذا المثال أو هذه جملة بتكون من هذا المثال more مع هذا الصفة والاسم وذان مع تكملة الجملة طبعا هنا في تكملة جملة ما هي موجودة بهنا أكثر تكملة الجملة من تستخدم more ذان صفة more زائد صفة للمعدود وغير المعدود بالنسبة ل less زائد صفة تستخدم أقل فراغ جملة تستخدم من عفوا مع غير معدود تستخدم مع غير معدود تمام مع غير المعدود أمثلة وليد has more books than وائل وليد has more books than وائل وليد لديه كتب أكثر من وائل وليد has less time than وائل وليد has less time than وائل وليد لديه وقت أقل من وائل وآخر مثالين the English language is more important than the Chinese the English language is more important than the Chinese اللغة الإنجليزية أكثر أهمية من اللغة الصينية the Chinese language The Chinese language is less important than English. The Chinese language is less important than English. لاحظ أن حذفنا ذا في هذه الجملة. اللغة الصينية أقل أهمية من اللغة الصينية. اللغة الصينية أقل أهمية من اللغة الإنجليزية. الإنجليزية تمام كده وصلنا لآخر الدرس طبعا أدعوكم جميعا لمشاهدة الدرس القادم هو عن طريق عبارة عن المقارنة والتفضيل في الظروف درس جميل وشيق جدا وممتع جدا جدا وكثير ومحتاج على شروحات وترجمة وتبسيطات ومفردات وأمثلة درس شيق جدا هذا هيكون أرفع على اليوتيوب بعد لحظات هذا الدرس قمت بإنشاؤه درس جميل جدا ومفيد جدا في تعلم الإنجليزية عبارة عن المقارنة والتفضيل في الظروف يعني بنجيب الظروف ونحطها في المقارنة والتفضيل كما بإمكاننا تعريف معرفة كيف نستخدم الظروف كيف نضيف إيش هم الحروف نضيفها للظروف حتى ما يتحولوا إيش الصفة إيش نضيف للصفة حتى ما نحولها لظرف هذا هنتم شرحه في هذا الدرس وكيف نحول الظرف إلى صيغة المقارنة وصيغة التفضيل كما نتعامل مع المقارنة مع الصفات الطويلة طبعا كده يكون القصة أتمنى يكون هذا الدرس أفضل أعجابك أتمنى أعجبك ما تحرم طبعا لايك شير سبسكرايب اشتراك في القناة أتمنى أن كل واحد شاهد هذا الفيديو يضغط على زر الاشتراك من ثم هيجي هنا زر جرس بعد زر الاشتراك تحت الفيديو يضغط زر الجرس ومكتوب بيجي مكتوب ارسال جميع التنبيهات من جميع الاشعارات من هذه القناة أو send me all notifications فأنت تضغط صح تحت موافق
بعد كذا بيجي خط كذا وخط كذا على الجرس، تعرف انك انت مفعل التنبيهات. وادعوكم احبابي لضغط على زر اللايك تحفيزي لهذا الفيديو اذا عجبك الفيديو، وشير مشاركة للفيديو في مواقع التواصل الاجتماعي لتراى جميع وتعم الفائدة، والتواصل معنا عن طريق التعليقات او ما تحب رؤيته ومشاهدته من الفيديوهات. وشكرا لمشاهدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.